ثلاثة قوي. في الركن الأحمر إبراهيم بلال من نادي أبو ظبي موي تاي. بالركن الأزرق حافظ طنطاوي من نادي ذا جيم. ويدير هذا النزال أحمد الخشوعي. النزال التالي في الحلبة رقم 2 لاعبة الركن الأحمر سارة، لاعبة الركن الأزرق حصة. التوجه للحلبة رقم 2. الله يضبط لي النزال التالي في الحلبة رقم 2 على لاعبة الركن الأحمر سارة ولاعبة الركن الأزرق حصة. التوجه للحلبة رقم 2. Thank you.
الفائزة بهذا النزال وبطلة وزن الستين لانسحاب الخصم بسبب الإصابة اللاعبة حصة البقالي الركن الأحمر سارة البقالي. عماد عرفة ولاعب الركن الأزرق محمود حسين التوجه للحلبة رقم 2. بسبب إصابة لاعب الركن الأزرق الفائز في هذا النزال لاعب الركن الأحمر البطل عماد عرفة. Thank you.
كيف موضع Yeah.
Seconds out. الشباب صاحب الميدالية الذهبية والمركز الأول اللاعب إبراهيم بلال من نادي أبوظبي مويتاي.